أوه يا سلام يا سلام يا سلام، ما أجمل هذه الجبال والله. يا سبحان الله يا سبحان الله، هذه المنطقة اسمها منطقة القلمون وجبال القلمون. أوه يا سلام يا سلام، ما أجمل هذه التلة والله، هذه أجمل تلة في القلمون والله، أبغي أشتريها وأبني عليها قصر الأحلام. تعرفين مالك هالتلة؟ لا والله، أنا بعرف أبو مالك التلة. أبو مالك التلة تعرفينه؟ إيه لكن، هو راعي مشهور بالمنطقة. إجا سكور البسة وخسو الخسة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك أبو مالك التلة؟ نعم، التلة لابني وسوالي وكالة بيع عشان أبيعله إياها. أنا اشتريت، تفضل، هذه الحقيبة فيها ثمن التلة. أوه، مو عم صدق، ملايين الدولارات وسعر التلة 50,000 ليرة سوري. زين أنا أبغي أدفع لك فيها ملايين الدولارات كونك أبو مالك التلة. شكراً، لكن إيش بساوي بكل هذه الأموال؟ ليش ما تعمل أمير؟ نصب نفسك أمير. إيه والله فكرة، رح بعمل أمير وانصر أحبائي بالقلمون وعرسال. برافو، زين تعال أبغي أتصور معك سيلفي. تعال سيلفي وأبو مالك التلة خلفي. وهيدي كانت بداية أمير جبهة النصرة بالقلمون أبو مالك التلة.